Prezzo finale. Prezzo sear. Finale enhein. Sare e enhein. Quali sono i fattori che stabiliscono il prezzo finale di un prodotto? Sehe العوامل اللي بتحدد السعر النهائي للمنتج. Quali sono i fattori? Fattori, يعني عوامل. Che الذي أو التي stabiliscono, verbo stabilire, in arabo significa يحدد il prezzo finale. قلناها 30 مرة في الفصل ودلوقتي نعيد تاني. الprezzo finale يعني السعر النهائي di un prodotto, بتاع ايه؟ منتج. Quali sono i fattori che stabiliscono il prezzo finale di un prodotto? 1. Quantità di investimenti e costi di produzione. Quantità di investimenti, كمية الإيه؟ استثمارات. E costi di produzione, تكلفة الإيه؟ الإنتاج. Quantità di investimenti, كمية الاستثمارات. لو تفتكروا في الفصل كنت دايما بقول لكم ايه؟ الأرض اللي هيتبني عليها المصنع. المصنع هدخله كهرباء ومعدات وآلات وهجيب العمال عشان يشتغلوا. مش العمال برضو هيكون محتاجين أجور؟ الكهرباء مش بيتدفع لها فلوس. المعدات والآلات بنشتريها بفلوس. الأرض مش هتشتريها بفلوس. المصنع اللي هيتبني كده ببلاش. كل دي مصاريف محتاجة إن هي تتعوض. ايه كوستي دي برودوزيوني، تكلفة الإنتاج. طبيعي إن كل ما كان المنتج جودته عالية السعر بيقل. بيزيد ولا بيقل؟ أكيد بيزيد. طيب هيتعوضوا ازاي؟ هبيع الحاجة بسعر الجملة ولا هاخد تحت الاعتبار العوامل اللي احنا بنقولها دلوقتي وعلى أساسها بيتم تحديد السعر النهائي للمنتج؟ 2. Costi di trasporto e di distribuzione. Costi di تكلفة trasporto e النقل. تكلفة الإيه؟ النقل. E di distribuzione. نتفق كده من فضلكم إن كلمة distribuzione in economia può significare توزيع أو تسويق. distribuzione in economia تقدر تترجمها يا إما تسويق أو توزيع. تكلفة النقل والتسويق. نقف كده عند كلمة trasporto. Soffermiamoci un pochino sulla parola trasporto. Trasporto. Nah. نفترض إن المنتج متخصص في إنه يصنع ثلاجات. هينقل ثلاجة ثلاجة على رجلين؟ أكيد لأ يعني. إذا محتاج إيه؟ عربية. العربية دي مش محتاجة سواق؟ أكيد. مش محتاجين مندوبين؟ أكيد. هيشتغلوا ببلاش؟ لأ. محتاجين أجور؟ آه. العربية دي مش فيها مصاريفها؟ آه. مش كل دي مصاريف؟ إذا ده محتاج يتعوض؟ آه ولا لأ؟ أكيد. ريتشيستا del consumatore. طلب المستهلك. تفتكروا من الحكمة إن المصنع ده يبنوه في صحراء؟ أكيد لأ. لازم يكون حواليه فيه إيه؟ مستهلكين. مش بس كده، المنتج اللي هيتصنع هل بيلبي رغبات المستهلك؟ هل ضامن إن المستهلكين هيشتروا المنتج ده؟
إذا لازم يكون الموضوع مدروس قبليها، ما صنعش أي حاجة كده وخلاص. المنتج ده بيلبي احتياجات الناس اه ولا لا؟ هيشتروه اه ولا لا؟ مش بس كده، دلوقتي المنتج ده متوافر وكل الناس عندها إقبال على إنها تشتري المنتج ده. تفتكروا إيه اللي بيحصل؟ السعر بيزيد ليه؟ لأن هدف التجار بيكون إيه؟ المكسب. أنا كده كده ضامن إن أنت هتشتريه، فبيرفع الإيه؟ السعر. العكس صحيح، لو المنتج كتير قوي في المخزن ومحدش عاوز يشتريه، في الحالة دي هو بيعمل ايه؟ بيقلل السعر شوية عشان يشد المستهلك على انه ايه؟ يشتري. quattro il luogo in cui si trova il consumatore. المكان luogo مكان luogo مكان in cui si trova اللي بيكون متواجد فيه كي مين الكونسوماتوري. زي ما قلت في الأول ما ينفعش إن هو يبني في صحراء، دي أول حاجة. الحاجة التانية لما أجي أحدد السعر ما حطش نفس السعر lo stesso prezzo dell'Italia, della Francia, della Germania o di qualsiasi altro paese. ما حطش نفس الأسعار دي لأن كل بلد وليها الإيه؟ العملة بتاعتها، فبتؤخذ تحت الاعتبار. ultimo آخر حاجة presenza di altre aziende che vendono lo stesso prodotto. presenza presenza تواجد altre aziende شركات أخرى che vendono e le bibbia lo stesso prodotto, nel stesso montag. Presenza di altre aziende che vendono lo stesso prodotto. طيب انا دلوقتي بنيت شركة منتجة في مكان في شركة تانية بتنتج نفس المنتج. لو انا عارف ان المواد اللي انا استخدمتها مش نفس الجودة بتاعة الشركة اللي موجودة، بقلل السعر سنة. العكس تماما، لو استخدمت مواد الجودة بتاعتها اعلى، طبيعي لازم السعر ايه؟ يعلى. وكنت دايما في الفصل برضو بقول ان لو في تنافس ممكن يقلل السعر سنة بسيطة عشان يعرف يشد المستهلكين، بس هو الأصح طبعا بيعتمد على جودة المنتج. اوكي ripassiamo، تعالوا نراجع. يبقى quali sono i fattori che stabiliscono il prezzo finale di un prodotto؟ quantità di investimenti e costi di produzione، costi di trasporto e di distribuzione, richiesta del consumatore, il luogo in cui si trova il consumatore, presenza di altre aziende che vendono lo stesso prodotto. Ancora, temi, quantità di investimenti, costi di produzione, costi di trasporto, richiesta del consumatore, il luogo, presenza di altre aziende. Che cosa succede quando il prodotto esce dalla fabbrica produttrice? Che cosa succede quando il prodotto esce dall'impresa produttrice? Che cosa succede quando il prodotto esce dall'impresa di produzione o di distribuzione. سألت السؤال بكذا طريقة
عشان بس اوصل لكم فكرة ان لما اقول فابريكا برودوتريشا المصنع المنتج، هو امبريسا برودوتريشا الشركة المنتجة، هي لما اقول امبريسا دي برودوزione او دي ديستريبوزione شركة الانتاج او التوزيع والتسويق. عايزة اقول يعني بالايطالي فابريكا برودوتريشا اقدر اقول عليها برضو امبريسا برودوتريشا، اقدر برضو اقول عليها اعبر عليها بطريقة تانية امبريسا دي برودوزione او دي ديستريبوزione، ما حدش يتلخبط. عايز تقول فابريكا va benissimo, hai studiato impresa, va bene, hai studiato impresa di produzione, di distribuzione, هي هي. Ok? طيب. اللي بيحصل بعد ما بيتم انتاج المنتج؟ L'impresa di produzione o di distribuzione può fare due cose. تقدر تعمل حاجتين. Uno, o vendere al cliente finale, questo è il meno comune, يا إما تبيعه للمستهلك النهائي، كليانت فينالي هنا كليانت يعني الزبون النهائي، الزبون النهائي ممكن نقول عليه برضو كونسوماتوري فينالي، نو؟ vendere al cliente finale e questa è la meno comune، يعني إيه meno comune؟ أقل شيوعا. vendere ad un'altra impresa è la più comune. يبقى بيحصل حاجتين، يا إما الشركة اللي بتصنع اللي متخصصة في الإنتاج بتاع المنتج ده تبيعه للمستهلك النهائي أو الزبون النهائي، ودي مش منتشرة كتير، يا إما بتبيع لشركة تانية، وده هو اللي بيحصل، ده هو اللي معتاد عليه، بيحصل كتير، هو اللي بيكون أكثر شائعا. طيب الشركة اللي بتنتج دي ليها إيه؟ سعر أولي اللي هو بيكون ايه؟ سعر المنتج. مش احنا اتفقنا ان الشركة اللي بتنتج بتوزعه لتجار الجملة بسعر الجملة، بعد كده تجار الجملة بيدوا لتجار القطعة، تجار القطعة هم اللي بعد كده بيوصلوه للمستهلك النهائي اللي هو انت احنا، ولما بيوصل لنا مش بيوصل لنا بنفس سعر الجملة، ولكن لازم ازوده عشان يكون فيه ربح. يبقى زي ما هو مكتوب كده، تعالوا نقرا ونشوف مع بعض. الامبريسا دي برودوزione او دي ديستريبوزione شركة الانتاج او التسويق، او ان primo costo iniziale بيكون لي ايه؟ التكلفة الابتدائية او الاولية، cioè il prezzo del produttore، بمعنى سعر المنتج. dopo di che، بعد كده ci sono i costi di distribuzione، بيكون في ايه؟ تكلفة التوزيع او التسويق. طب ما هو تكلفة التوزيع أو التسويق ليها برضو التكلفة بتاعتها. تعالوا كده نشوف في الصفحة اللي بعديها. الديستريبوزيوني هاي شوي كوستي، التوزيع أو التسويق بيكون لي إيه؟ التكلفة بتاعته. طيب ليه؟ vediamo un po'. تعالوا كده نشوف. costo di trasporto او سبيديتسيونه، تكلفة النقل أو الشحن. تفتكروا كده في الصفحة الأولى لما احكيتلكوا على إن النقل محتاج عربيات، مندوبين، سواقين، مش كل دي تكاليف؟ كوستو دي لوكالي كوميرتش، على تكلفة المحل التجاري. دلوقتي لو التاجر ده مأجر المحل، هو مش المحل ده بيبقى ليه إيجار، كهرباء، مش كل دي فلوس بيدفعها؟ مش كل دي مصاريف هيصرفها بيصرفها؟ costo dei lavoratori che vendono، possiamo anche dire commessi، تكلفة العاملين اللي بيبيعوا، tra parentesi commessi اللي هم بيقفوا في المحلات وبيبيعوا، هيشتغلوا gratuitamente ولا si aspettano uno stipendio؟ هل هما بيشتغلوا كده ببلاش ولا متوقعين ان هيكون في مرتب؟ ردوا انتوا على نفسكم. costo per la pubblicità، تكلفة الإعلانات، أنا دلوقتي عايز أعرف المنتج بتاعي،
أعرفه ممكن من خلال إيه؟ الإعلانات، صح؟ الإعلانات دي بعملها كده ولا في مصاريف بتتصرف؟ عايز أسوق المنتج بتاعي، هعمل له إعلانات، الإعلانات دي عايز شوية كوست، صح؟ طيب anche la distribuzione ha i suoi costi. Dobbiamo prendere in considerazione la tenuta l'atebor, costi di trasporto, spedizione, costo del locale commerciale, costo dei lavoratori che vendono e costo per la pubblicità, cioè il marketing. Che cosa si ottiene dalla vendita del bene? Che cosa si ottiene dalla vendita di un prodotto? طيب لو تفتكروا كان في الامتحان جات لكم صح وغلط، هي الإيرادات بتدخل بعد الإنتاج ولا بعد البيع؟ مش الإيرادات دي فلوس بتدخل؟ طب الفلوس دي بتدخل بعد الإنتاج ولا بعد ما بيتم بيع المنتج؟ أكيد بعد ما بيتم بيعه. طيب يبقى dalla vendita del bene si ottiene il ricavo. حاجتين بيحصلوا، يا اما في ربح يا اما في خسارة. طب الربح ده بيحصل امتى؟ profitto. سي لو il ricavo, الإيراد è maggiore أكبر من dei costi totali. طبعا هنا costi totali يقصد بيها السعر النهائي بتاع المنتج. دلوقتي لو الإيراد اللي دخل أكبر من التكلفة الكلية، طبعا التكلفة الكلية بيضمن شاملة السعر النهائي، خلاص؟ السعر النهائي ده اللي هو تم تحديده على حسب العوامل اللي احنا قلناها في الصفحات اللي قبل كده، خلاص. نفترض ان كانت التكلفة الكلية 1,000,000 والإيراد اللي دخل 2,000,000، يبقى مش بس عرفنا نعوض 1,000,000 اللي صرفناه، لا دخلنا فوقيه كمان 1,000,000 تاني. ما هو 2,000,000 اكتر من 1,000,000، ولا انا غلطانة؟ يبقى اذا هنا في ايه؟ profit. سي il ricavo è minore dei costi totali، لو الايراد اقل من التكلفة الكلية، اذا في الحالة دي che cosa abbiamo؟ una perdita. لو الايراد اللي دخل 500,000 والتكلفة الكلية متفقين كانت 1,000,000، هل هنا في تعويض؟ لا، ده خسارة، ماشي. والخسارة دي بعد كده بتأدي لإيه؟ ديبيتو، دين. فهنا طبعا le conseguenze sono negative، النتائج هنا بتكون إيه؟ سلبية. أتمنى تكونوا فهمتوا. La catena della distribuzione. Catena, silsile, التسويق أو التوزيع. Vediamo un po' di che cosa consiste. Tralo che tanto بتتكون من ايه؟ Importatori. Come si dice importatori in arabo? بنقول ازاي importatori بالعربي؟ المستوردين. Chi sono gli importatori? Minhom al-mustawridin. Comprano il bene se è prodotto all'estero. Comprano, verbo comprare. Yishteri, il bene, il prodotto, la merce. Se lau è prodotto, verbo produrre. Onsegat, dove? All'estero. All'estero significa il kharij,
يبقى المستوردين sono quelle persone che comprano il prodotto se è stato prodotto dove? All'estero. Importatori, a chi vendono il prodotto? Ai commercianti grossisti. Tai mustauridin dul bibio al min montag. Ai commercianti grossisti. Tabiani e commercianti grossisti in arabo. Ittafaqna, tuggar il e el gomla. Dal termine stesso, il kelma nafsaha, kelmet el gomla, بتوضح نفسها، يعني بيشتروا بالجملة بالكمية ولا بالقطعة؟ أكيد بالجملة. Chi sono i commercianti grossisti? Comprano grandi quantità di beni dai produttori o importatori. هو إيه الفرق بين produttori o importatori؟ الاتنين واحد. ولكن importatori يشترك المنتجة بتاعته فين؟ في الخارج بس. برودكتوري الشركة اللي بتصنع المنتج ده هنا، لكن امبورتاتوري الشركة المنتجة بتاعته فين؟ بره مصر all'estero. يبقى i commercianti grossisti comprano grandi quantità di beni dai produttori o importatori. Dai badiche dai commercianti grossisti, a chi vendono il prodotto? Ai commercianti al dettaglio. Toggare e che fa? Commercianti al dettaglio, piani toggare e il kata. Comprano i beni dai grossisti e li rivendono alle famiglie. Bishtero essela min men toggar il gomla o bad keda bidoh el min alle famiglie, ai clienti finali, ai consumatori. Wana oltelkon bafaddal en ento tfotto in ai consumatori. Comprano i beni dai grossisti e li rivendono, o vi boha tani il min, ai consumatori. اي حاجة فيها ريف الاول يعني تاني، زي مثلا scrivere يكتب، riscrivere يعيد الكتابة، leggere يقرا، rileggere يقرا تاني. فهنا rivendono بيبيعوها تاني بعد كده لمين؟ ai consumatori، ai clienti finali o alle famiglie. هي المعنى واحد. Comprano i beni dai grossisti e li rivendono alle famiglie. هي لما اقول comprano i beni dai grossisti e li rivendono ai consumatori. هي لما اقول comprano i beni dai grossisti e li rivendono ai clienti finali. Consumatori. Chi sono i consumatori? Siamo noi. احنا اللي بنروح نشتري من مين؟ من تجار القطع. comprano dai commercianti al dettaglio. طيب عندنا حاجة اسمها كانالي دي فينديتا، قنوات البيع. طيب يعني ايه بيكون ايه هما قنوات البيع؟ يا اما المحلات او المولات الكبيرة اللي احنا بنروح نشتري منها الايه المنتجات. ده ملخص الصفحة. يبقى possiamo comprare i beni dai canali di vendita. Canali di vendita, canali di vendita, canali di vendita, yani قنوات الايه البيع. ossia نقدر نقول يعني cioè بمعنى i luoghi da cui compriamo i beni di cui abbiamo bisogno. بمعنى الأماكن اللي إحنا بنشتري منها السلع اللي بنكون إيه محتاجينها. فينا qui ci siamo لغاية هنا كلنا متابعين؟
طيب، يا إما عندنا possiamo avere negozi e chioschi, in genere in città o villaggi، يا إما محلات أو كشك، وده في الغالب بيكون في مدينة أو i villaggi، oppure dai grandi centri commerciali. Grandi centri commerciali لو عارفين زي كارفور، هايبر، مترو، sono dei grandi centri commerciali, no؟ Un altro canale di vendita che sta crescendo moltissimo è la vendita online. Un altro canale di vendita, altro, Yani Ohor. Un altro Yani Ohor. Un altro canale di vendita, canale di vendita, tafana ne yamana e canale del bian. يبقى في قناة بيع أخرى كستار كريشندو مولتيسيمو بتبقى زايد كتير جدا، بتكون ايه؟ بتكون ايه؟ لا فينديتا اونلاين. من الكلمة كده اونلاين، اكيد ممكن البعض فيكم جرب يشتري من سوق دوت كوم او جوميا، في امازون، في اي باي، في علي بابا، دي كلها محلات إلكترونية. وانت قاعد كده في بيتك بالكريدت كارد اكاونت بتاعك، تعمله على الموقع بتاع المحل الإلكتروني ده وتشتري منه. خلاص، محدش يتلخبط عشان قلت اكاونت بتاعك. اكاونت بتاعك عشان دي هي اللي بتكون شخصيتك اونلاين، تمام؟ طيب تعالوا كده نتكلم عن امازون. هل امازون محتاجة تبيع لتجار الجملة؟ لا، هي عندها المخازن بتاعتها بتشيل فيها منتجاتها. المستهلك النهائي بيشتري من امازون على طول. امازون هو الايه؟ البرودكتوري، وفي نفس الوقت بيكون ايه؟ الفينديتوري. ففي الحالة دي أمازون هنا بتكون بتمثل الكوميرشانت جروسيستو الكوميرشانت الديتاليو في نفس الوقت. طيب، يبقى un altro canale di vendita che sta crescendo moltissimo è la vendita online. Moltissime aziende, كتير من الشركات، utilizzano internet, استخدموا internet per distribuire e vendere merci in tutto il mondo عشان يسوقوا ويبيعوا البضاعة بتاعتهم في العالم كله. Tutti كلنا conosciamo, نعرف siti per la vendita online come Amazon, Alibaba, Su.com, eBay، وفي كتير جدا على فكرة، ده مجرد أمثال بسيطة. Io spero che voi abbiate capito la lezione. Ho cercato in tutti i modi di semplificarla. حاولت بكل الطرق ان انا ابسطها. E se avete delle domande, non esitate a contattarmi sul mio profilo Facebook. Mi raccomando, non su quello privato, ma su quello che ho creato appunto per voi. بالعربي. لان دلوقتي انا عارفه ان انتوا كلكم فوق راسكم مليون علامه استفهام. لو عندكم اي اسئله او لو في حاجه مش فاهمينها، ممكن تكتبولي على الفيسبوك بتاعي، مش البرايفت، مش الخصوصي بتاعي ده، مش هرد عليه من اي حد. انا عملت اكاونت جديد وحطيته على الجروب بتاع اي تك، اسمه سالي فاروق خليل. من فضلكم يعني لو عندكم اي اسئلة اسألوني على ده. خلاص، مي راكوماندو، فاتي i compiti واعملوا الواجب بتاعكم. تعالوا e alla prossima. باي باي، واشوفكم في الدرس الجاي. Compito per casa, vero o falso? 1. La richiesta del consumatore non è
non è inclusa tra i fattori determinanti che stabiliscono il prezzo finale di un prodotto. Due, la quantità di investimenti e costi di produzione sono tra i fattori che stabiliscono il prezzo finale di un prodotto. Tre, nel determinare il prezzo finale di un prodotto è importante prendere in considerazione il luogo in cui si trova il consumatore e la presenza di altre aziende che vendono lo stesso prodotto. 4. Il ricavo si ottiene dopo la produzione. Cinque. I costi di trasporto e di distribuzione non sono tra i fattori che stabiliscono il prezzo finale di un prodotto. Sei. Tra i canali di vendita abbiamo anche la vendita online. Sette. I grandi centri commerciali sono dei canali di vendita. Otto. I negozi e i chioschi non sono dei canali di vendita. Nove. Se il ricavo è maggiore dei costi totali, abbiamo un profitto, e viceversa. Se il ricavo è minore dei costi totali, abbiamo una perdita. Dieci. I consumatori sono i clienti finali che comprano dal commerciante grossista compito per casa, questa volta però senza le parole chiavi, quindi completate, però senza un ausiliare, bedun musaba. Mi raccomando, il consiglio che vi posso dare è quello di imparare le parole scrivendole. Nasiha la aqdar addaha lkum عشان تقدروا تعرفوا الspelling الصح per poterla scandire correttamente هو انك تحفظ بالكتابة. اتفقنا؟ طيب، uno. I canali di vendita online stanno moltissimo. Due. Se il ricavo è dei costi totali, si ottiene un profitto. Tre. Se il ricavo è minore dei costi totali, si ottiene una I comprano il bene se è prodotto all'estero. Cinque. I comprano grandi quantità di beni dai produttori o importatori. Sei. I comprano i prodotti dai commercianti grossisti e li rivendono ai clienti finali o consumatori o famiglie. 7. I
comprano dai commercianti al dettaglio i beni. Amazon è un canale di vendita dove molte aziende utilizzano per vendere e distribuire la propria merce in tutto il mondo. 10. L'impresa di distribuzione può fare due cose: può vendere al cliente finale o vendere ad un'altra. Ok, ragazzi. Per me possiamo anche terminare qui la lezione. Se avete qualche domanda, mi raccomando, non esitate a farmi le domande sul mio profilo Facebook, ok? Seyli Farouk Khalil, non dimenticatelo. Ciao e alla prossima.